السلام عليكم، أنا عبد الله الجمعة. طبعاً عندنا في السعودية والرياض يعني دائماً نطلع بالصحاري والشعبان والأودية نخيم هناك، لكن في داخلي أنا دائماً أشعر أني مغامر وأحب استكشف العالم. واليوم راح أبدأ مغامرة جديدة هنا في أمريكا اللاتينية. راح أبتدي رحلتي في الإكوادور متجه إلى جزر غالاباغوس، قبل ما أطلع إلى كولومبيا وفنزويلا وغيانا، حتى أنهي هذه الرحلة الرائعة في سورينام إن شاء الله تعالى. من الجبال الأدغال وركوب القوارب والطائرات راح تكون مغامرة حقيقية. يعني أنا مرة متحمس، جدا متحمس أكثر ما تتصورون، لكن الشيء اللي أبغاه أنكم تشاركون معي في المغامرة هذه، مغامرة حكاية سفر. قدرت بعد مشقة بالغة إني أصل إلى أعلى بقعة في المكان. طبعا هذه احد النقاط اللي الشخص يستطيع منها القفز، وفي هناك كمان اعلى منها، لكن طبعا بانها اول مره لي قلت له لا نبدا بالوحده الخفيفه هذه. يعني قبل شوي انا امشي ضربت لي صخره من هنا برجلي تعورتني شوي، ففكرت لا قدر الله لو اني ضربت صخره وانا نازل، فلا شك ان الواحد يتعور بشكل كبير، لكن الحمد لله هذه ما يبدو لي ما في حسب ما اشوف يعني ما في صخور تحتي حاده وحتى ما في صخور مطلقه، فبالتالي بحاول أقفز بالوسط عشان أطوف في الموية رأساً إن شاء الله. على مر السنين الكثير من الناس المغامرين اكتشفوا أسطح الصخور الطبيعية ووجدوا أن هناك حواف صخرية بإمكان الواحد يقفز منها، بعضها يصل ارتفاعه إلى 3 متر وبعضها إلى 7 متر وبعضها في القمة تصل إلى 12 متر. كان من سابع المستحيلات أني أقفز في البداية من أعلى حافة صخرية، وكنت بصراحة ماني متأكد إني أقدر أسوي الشيء هذا أصلاً ولا لا، لكن وقتها شفت شاب كذا صغير بالسن يقفز من أعلى بقعة، حيث استجمع كل قوة وقفز قفزة خطيرة مبهرة. أي يراني بطب نصع أفهم حصل. اضطريت إني أتسلق الصخور بصعوبة عشان أقدر أصل للنهر. وقتها حسيت ان القفزه ما راح تكون بالصعوبه اللي كنت متخيلها. بالصراحه اول حافه صخريه حسيت انها بتكون جدا سهله. كانت المويه مره بارده مما اشعرني بالانتعاش لان الجو كان مره حار يومها. كنت اشوف الاماكن اللي الناس يستخدمونها كمقابض لليد ومواطئ للقدم عشان يتمكنون من تسلق الصخور والوصول الى اول حافه صخريه. لكن لما جاء دوري في التسلق كان الامر اصعب بكثير مما تخيلت. كانت الصخور تزل ومقابض اليد ما كانت مره واضحه. استغرق مني الوصول لاول حافه صخريه الكثير من الوقت. لكن في نفس الوقت كنت اسمع الناس يصرخون بكل حماس وفرح وهم ينفذون من فوق الصخور. اخيرا قدرت اصل اول حافه صخريه، كانت جدا ضيقه ونظرت تحت. مشيت باتجاه الحافة الصخرية لكن فجأة جمدت بمكاني. نظرت إلى الأسفل مرة ثانية وتوقعت أنه ما يمكن أقوم بالقفزة هذه على الإطلاق. ما قدرت أفهم ليش بدالي المكان جدا عالي أكثر مما تصورته وأنا تحت. الطاقم اللي كان معي حاولوا يساعدوني ويشجعوني، لكن كل مرة أقرب فيها من الحافة الصخرية أبدأ بالتراجع. في الأخير خربت وقفزت. الخوف مو من القفزة نفسها، من واحد يزلق من هناك، لأن أول ما تزلق تمير رجلك الصخور على طول كح 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 تسوي شغلها بجسمك، فسبحان الله كل مغامرة فيها جزء بسيط المخيف والباقي هذا يصير يعني أقل مشقة وخوف، بس الحمد لله تستاهل التعب. صحيح إني ما قدرت أقفز من أعلى حافة صخرية، لكن بالرغم من ذلك كنت جدا فخور بنفسي إني على الأقل تمكنت من القفز وتغلبت على مخاوفي. طبعا مره واحده كانت كافيه بالنسبه لي. بديت اتسلق عشان اطلع من المضيق وتركت الباقيين عشان يستمتعون بمراحلهم. ذهلت في الحقيقه انه في كوكبنا في العديد من الاماكن الجميله والصغيره المدسوسه عن الناس اللي ممكن الواحد يمارس فيها العديد من المغامرات. اكتشفت
اكتشفت إلى الآن الكثير من الكنوز المخفية في جزر جالابيس اللي تعتبر مكان فريد في لائحة اليونسكو للتراث العالمي. وبدأت أفهم ليه الجزر هذه تجذب أكثر من 180 ألف سائح سنوياً. الطريق إلى القارب كان قدامي منظر جداً جميل، وبدأت أقارنه بأول يوم لي هنا في جزر جالابيس لما كانت السماء مليئة بالغيوم وتمطر بشدة، وكنت على وشك الإصابة بدوار البحر في أول رحلة بحرية لي إلى جزيرة جالابيس. وبعد العصر، وبما أن اليوم كان آخر يوم لي في جالابيس، قررت إني أتمشى في بلدة بورتو أيورا، وكنت جداً حزين لأني مضطر للمغادرة. وأنا أتمشى مريت من عند ناس كانوا يلعبون لعبة تشبه كرة الطائرة. هذه هي لعبة الطائرة حقتهم، بس كأني أنا أشوف الشبكة أعلى من المعتاد، أعلى من كرة الطائرة اللي نعرفها. كذلك هم ما يرمون الكرة بالطريقة ذي، يرمونها كذا. يبدو لي أتوقع عندهم قواعد مختلفة وقوانين مختلفة. بس خلنا نشوف مباراتهم الأولى بعدين يعني أشوف إذا ممكن أقدر ألعب ولا لا. يعني هذه الحين كرة الطائرة حقتهم، ليش طيب عندهم قوانين مختلفة يبدو لي؟ Este deporte solo se juega en Ecuador. Se llama Ecuavoli y tiene diferentes reglas. La net está más alta que lo normal. Los equipos se juegan solo con tres jugadores cada equipo. أنا أول مرة أعرف عن الرياضة دي. حمسني أكثر إني ألعب. Seguro deberíamos conversar con los jugadores a ver si te lo permiten. ¿Te puedo hacer una pregunta o te puedo pedir un favor? Ustedes van a jugar. Sí. Tres por ustedes para que jueguen. ¿Sacan un trío o acá le sacan un trío y juegan tranquilamente? Podríamos tener un equipo de tres personas y jugar contra ellos. طب يصلح ان نسال الناس الجالسين نكون فريق معهم جمهور يعني. الحين عرفنا القواعد، اهم شيء ثلاث ضربات في الملعب حقنا قبل ما نطلقها لهم. صراحة لعبة الإكوا فولي شبيهة بكرة الطائرة من أفضل الألعاب اللي لعبتها مؤخراً. الصراحة ماني بمرة في أمارس رياضات كذا، لكن هذه رياضة ظريفة. مجرد ثلاثة فريق واحد والكرة ثقيلة جداً ذي، أثقل يمكن من كرة القدم. لكن الحمد لله سجلت هدفين، هم ما أدري كم، الظاهر سجلوا 15 أو 20، بس في المجمل كانت مباراة جميلة خاصة مع الصيادين الصغار اللي هنا. Muchas gracias, mi amigo. Really, thank you. استمتعت مرة باللعبة هذه. إن شاء الله نكون وياك فريق محترف نهز الشباب دول. Espero que hayas pasado muy bien y tienes que volver muy pronto por Galápagos. شكرا شكرا. بعد ما حقيقة قطعت منتصف الكرة الشمالي وصلت لبلدة أوتافالي المشهورة بسوقها الشعبي حق السكان الأصليين والمليء بالألوان. اللي يعتبر أكبر سوق في أمريكا الجنوبية لمنتجات سكان أمريكا الأصليين، وبنفس الوقت يعتبر سوق قديم جدا لدرجة أن الإسبان قبل 500 سنة لما اكتشفوا المنطقة هنا كان السوق لا يزال قائم. كل شيء موجود في السوق هذا صناعة يدوية، والأجمل من كذا أن كل منتج من المنتجات يأتي بطريقة معينة موجودة حول السوق. مثلا شايفين البطانيات الملونة الرائعة هذه؟ هذه مصنوعة هنا في أوتافالو نفسها. واو. وهذه القبعات زي اللي انا لابس واحده منهم. هلا سنيورا. هلا. انتم بتصنعوا القبعات في البلده هذه ولا تجيبونها من مكان بعيد؟ Estos sombreros hacen específicamente en Ilumán, estos de aquí. Estos de acá son de paja toquilla, hacen en Montecristi. Y ellos a veces nosotros mismos vamos y traemos o ellos también vienen y nos dejan aquí. وأنا في طريقي طالع من السوق شد انتباهي بعض المسافرين اللي كانوا موقفين باص كبير ملون في الساعة. ما أدري أدخل ولا لا، يبدو لي كلهم أطفال اللي موجودين جوا. مرحبا أنا عبد الله. تشرفنا عبد الله. تشرفنا عبد الله. تشرفنا. أنا ما أدري كأني دخلت الباص هذا وكأنه في روضة هنا، وش السالفة؟ ليش موجودين أطفال كثير عندكم؟
Bueno, esto es un bus que salió desde Argentina, es un proyecto que queremos viajar, unir Argentina hasta México. Salimos el 1 de febrero y estamos proyectando cine gratis para todos los pueblos de América y ahora estamos jugando con los niños. Nos han invadido. مرة عجبتني الفكرة، يعني هدفكم بس مشروع خيري، هل هذا للجامعة مثلا والمدرسة ولا بس مجرد يعني حلم شخصي انتم تبغوا تحققونه؟ El proyecto para ser sincero lo inició nuestro amigo Pablo, que es él. Él fue el de la idea. Salió con ganas de conocer y brindarle algo a la gente, a la sociedad. طيب تعطينا فكرة عن الباص هذا يا باولو، وش تطمحون من وراه؟ هل تطمحون سمعة مثلا ولا فلوس ولا ايش؟ No, nosotros creemos que la cultura es el eslabón principal para mejorar la calidad de vida de las localidades. Entonces, la idea del cine cultural y del cine latino es un poco unir las culturas. Está comprobado históricamente que las culturas avanzan cuando comparten con otras culturas música, religión, cuestiones políticas, cuestiones culturales de cine. Entonces, esto es un experimento, ¿no? يعني هم عندهم مكتبة، عندهم سينما، عندهم موسيقى، وعندهم يعني ألعاب الأطفال، يعني هدف منهم جدا يعني جدا بسيط. شكرا. موتشيس جراسيس. موتشيس جراسيس. كانت رحلتي في الإكوادور على وشك الانتهاء، وهي أول بلد من ضمن 5 بلدان كنت أتطلع زيارتهم في رحلتي المشوقة هذه. آخر شيء كان لازم أسويه في الإكوادور إني أجرب أكلهم الشعبي. نصحني السكان المحليين وقالوا ما تقدر تطلع من الإكوادور من غير ما تجرب الكون. كل دولة في العالم عندهم أكل يشتهرون فيه، وهنا في الإكوادور من يوم ما جيت وأنا أسمع عن الكابية أو أرنب الجبل، هذه من الأكلات أو الحيوانات المشهورة جدا عندهم هنا اللي يأكلونها. فأنا جيت هنا عند عائلة إكوادورية في وقع الجبال الأنديز عشان أتعلم منهم طريقة طبخ الأرنب الجبل. سيد عبد الله. سيد سرايا سواردل. وش طبيعة الكابياء هذه؟ هل هي نادرة موجودة فوق الجبال هنا ولا موجودة في مكان آخر؟ Sé que en Alemania existen cuyes, pero los tienen no para comer sino solo como mascotas. طب ممكن توريني إياهم عشان نتعرف على شكلهم أكثر؟ Sí, claro. جميل جميل. اسمع اصوات. هذا هو، هذا يسمى ارنب الجبل. هو فصيله نادره يشبه الهامستر، صح ولا لا؟ لكنه لا، من فصيله مختلفه تماما. Bueno, entonces vamos a preparar un cuy para que pueda degustar de eso un sabroso platillo que va a gustarle mucho, ¿ya? اوكي، يا ممتاز ممتاز. يلا بسم الله. الحين راح تعلمني كيف طريقة العمل أو طريقة طبخ الكابياء داخل مطبخنا. تعالوا نشوف مع بعض. وش مكونات الوصفة اللي تستخدمينها طبخ الكابياء؟ poner una poquita de sal, un poquito de condimentos. خلاص أبيك تسوي لي طبختك الخاصة، يعني أفضل المكونات عندك حطيها لي. اوكي. يب. يعني حشونها بالصلصة وبالملح زي ما نسوي احنا بالدجاج مثلا، تخونها من جوا ومن فوق. كم ياخذ بالعادة طبخها تقريبا؟ نص 5 minutos, unos 10 minutos. Y luego lo ponemos a cocinar. يعني تجهيزه اسهل بكثير مما تصور، مجرد ياخذون الاحشاء يحشونها بالصلصة والملح، بعدين يحطونها بالزيت فوق المقلاة، بعدين يخلونها ربع ساعة ثلث ساعة، بعدين يجهز. Bueno, este es el plato del cuy. Se lo debe comer no con cubierto, no con la cuchara, sino se lo debe partir y comer con la mano. كويس، يعني زينا بالسعودية ما يحتاج ملعقة سكين، باليد على طول. بصراحة إني ما أدري شلون نبدأ فيه. ¿Te le gustó? مرة. مرة طيب، خاصة لما ضفت عليه الصلصة أعطته يعني طعم كذا حامض شوي. لكن بالفعل أشكرك من كل قلبي، يعني إني اقتطعتي من وقتك الثمين وعلمتيني كيف يعني تطبخوا الكابياء، خليتيني أذوق شيء على الأقل أنا يعني شرفت بصنعه لو شوي.
أوعدك إن شاء الله إذا جيتينا بالسعودية راح أذبح لك حاشي بإذن الله. أوه وين؟ وين عندك؟ وين؟ الحمد لله رب العالمين، توي أكلت الكابيات طيبة جدا ولله الحمد، لكن اللي لفت نظري إن من شدة ما هي موجودة في ثقافتهم سموا البحيرة هذه باسمها كويكوتشا، ومعناها بحيرة الكابيا بلغة الكيتشوا القديمة اللي هم سكان المنطقة هذه الأصليين. طبعا ليش أعطوها الاسم هذا؟ لأنه بكل بساطة شايفين الجبل هذاك؟ هم اعتقدوا أنه شكله زي شكل كابيا، لكن في واقع الأمر هذه ليست بحيرة، إنما فوهة بركان انفجر قبل تقريبا 3500 سنة وشكل البحيرة هذه اللي عبارة عن تجمع مياه الأمطار لا أكثر ولا أقل، لكن ما فيها ولا حياة، يعني حتى سمكة صغيرة كذا ما فيه. ليش؟ لأنه لا يزال ينبعث من أعمق الأعماق كبريت فيقتل كل الحياة الموجودة عليها.